خطوات أولى يخطوها الطلبة الجدد المقبولين بكلية الشرطة، والبلغ عددهم أكثر من 1400 طالب، نحو بداية دراستهم العملية والنظرية لإعدادهم كرجال شرطة قادرين على تحمل المسؤولية بعد 4 سنوات من الآن. استقبال خاص من قيادات أكاديمية الشرطة للطلبة على أبواب الكلية، لافتات ترحب بهم، وفي الخلفية تعزف الموسيقات العسكرية الأغاني الوطنية. شد حيلك كده ان شاء الله بظبط كويس ان شاء الله، حافظ على الوطن باذن الله. يلا شد حيلك، ربنا يوفقك. تم اعداد برنامج تدريبي وبرنامج تعليمي وبرنامج ثقافي هيتم توزيعه على مدار الفتره لاعداد هؤلاء الطلبه. تم انتقاء افضل العناصر المتقدمه للكليه هذا العام لكي ياتي التدريب والتعليم بثمار. تقينا الدفعه دي بمعايير موضوعيه دون تدخل مباشر. ده يوم بيبقى يوم جميل في كلية شرطة، استقبال دفعة جديدة إن شاء الله. وفقا لإطار التوجيه للكلية إن احنا هنحول الطلبة دي إلى رجال يتحملوا مسؤولية الأمن في مصر. أسر الطلبة احتشدت أمام الأكاديمية من المحافظات والفئات المختلفة للتعبير عن فخرهم وفرحتهم بالتحاق أبنائهم بكلية الشرطة، حلم راودهم وسعوا لتحقيقه فأصبح حقيقة هنا. أبناؤهم سينضمون إلى كتائب حماة الوطن. أنا فرحانة وسعيدة طبعا بيه، نفسي أشوفه راجل وحافظ للأمن والبلد، وأتمنى أشوفه حاجة كبيرة في البلد يعني. طبعا أنا سعيد جدا بيه إنه هو دخل طبعا الأكاديمية، وبالنسبة لي بقى فخور بيه جدا. الحمد لله، نحمد الله رب العالمين، لأن دي كانت أمنية أبوه الله يرحمه، إن هو يقدم ابنه فداء للوطن. الحمد لله، الأسرة مؤمنة برسالة الشرطة ورسالة وزارة الداخلية، وإحنا مؤمنين إن أخويا راح فداء للوطن وشهيد عند الله سبحانه وتعالى، ونحتسب كذلك إن شاء الله. وكذلك بنكمل المسيرة بتاعة أبويا وأخويا في يوسف إن شاء الله. والله أتمنى من ربنا أن هو يوفقه وييسر له الأمور كده، ويبقى حاجة كويسة للبلد وللمجتمع. إحساس لا يوصف وسعادة يعني ملهاش حد، وكان أمل وتحقق يعني. بصراحة كان نفسنا جدا، ونشكر الله أن هو حقق لنا الأمل ده. بيأدوا رسالة، ربنا يحرسهم وينصرهم. الطلبة الجدد الذين اجتازوا الاختبارات المتعددة للالتحاق بكلية الشرطة أبدوا استعدادهم التام لهذه المرحلة التي سيتحولون فيها من الحياة المدنية إلى العسكرية برغبتهم التامة. فرحة كبيرة جدا طبعا أنا أكون من طلاب كلية الشرطة طبعا، وحاجة أفتخر بيها جدا. قدمت برضو السنة اللي فاتت، وطلعت السنة اللي فاتت نتيجة نهائية، فبرضو كان عندي إصرار أن أنا أقدم تاني. مش عارف يمسك نفسه من كتر السعاده اللي الواحد بقى فيها ان هو داخل كليه زي دي. طبعا ما كانش متوقع طبعا حاجه ان اصلا الرساله دي توصل لي، كانت حاجه يعني عظيمه ليا، بس انا فخور جدا ان اصلا دخلت الكليه دي من صغري يا فندم، والحمد لله حققته، وان شاء الله باذن الله احافظ على امن وامان بلدي.